مرحبا والله يسعدك، اوقاتكم كل خير. اليوم ان شاء الله رح نعمل زي سيجار بورق الارز وحشوة الخضر مع الروبيان. هذا هو ورق الارز اللي ما يعرفه، طبعا هو موجود بالمحلات مع المنتجات الصينية. اللي حلو بهذا والياباني، اللي حلو بهذا الورق انه مجرد نقعه بماء مغلي لمدة بضع ثواني فقط ثم نشتغل عليه مباشرة، بنعمل منه مقبلات باردة بتطلع كتير طيبة وحلوة، يعني وتغيير عن المملحات المعتاده. للحشوه انا راحت الروبيان، عندي هون الروبيان سوتيه، انتو تصوروا الروبيان باي طريقه حابين، بس احسن شيء ما تكتروا بهارات لانه بعدين راح نحط صوص بالصويا صوص ومنكهات، فلحتى ما تتغنكها كتير. بصل اخضر، جزر، فلفل اخضر، خس، وشويه كزبره، وعندي هون شوية سمسم لحتى نعطي النكهة الآسيوية. طبعا الخضار انتو حطوا اي نوع خضار انتو حابين، حتى الروبيان ممكن تحطوا دجاج، ممكن تحطوا لحم، ممكن بيض مسلوق، بس انا كتير احب الروبيان. اول شيء رح نعمله هو اننا رح نجيب مي مغلي، مثل ما سبق وقلت عندنا مي سخن، رح نجيب المي هذا الشكل اصبه ببايركس يكون نفس حجم الورق الرز عندي ما انتو شايفين هنا. اوكي، نجيب المي هنا. اوكي، هلا راح اخذ هذا المي. ايش اعمل؟ انا راح احاول اغطس واحدة قدامكم بعدين ارجع اشتغل عليها. هنا في عندي اثنين، خليني اطلع الورق كله قدامي. اوكي، هذا هو، اخذ الورقة زي كده وامسكها من زاوية واحدة بهذا الشكل ثم اغطسها بالماء السخن. بمجرد ما اشوف انها زي اللي صارت مثل القماش طرية اطلعها. لازم تصير ما علينا مزبوط لانه اذا فضلت قسوي شوي ما رح اقدر الفها زي الاصابع. اوكي، زي ما انتم شايفين هنا كده بتصير. هلا باخذ هذه على جنب واجيب الورقة. لازم نشتغل بسرعة لانه هو مجرد ما ننقعه بالماء بيصير بيلصق على بعضه. اوكي، انا هون جالسة اشتغل على رخام السيراميك، عندي مخصصة لهذا الشغل. اول شيء بنجيب شوي من الروبيان بهذا الشكل ثم نحط كمية من الخضار زي ما نحن حابين. كده بعدين شوية خس، شوية بصل أخضر. حلو إننا نحط فيها خضار ملونة بيطلع شكلها حلو. ونجي للكزبرة بس شوي كده نفتفتها عليها ثم رشة صغيرة سمسم، يعني ما نكتر لحتى ما يطغى طعم السمسم. هلا رح نجيب ونلفها زي ما نلف السيجار العادي، بنلف كده أول من فوق شوي وبعدين نرجع بالجوانب كده. اوكي، بعدين بالجنب هذا. هي ما تحتاج نحط لها شيء لانه الورق مثل ما قلت لكم بمجرد ما يتبلل بيصير هو نفسه بيلصق. اوكي، فبتطلع معايا بهذا الشكل. راح اخليها على جنب واعمل معاكم واحدة ثانية. طبعا انا هلا راح انقع ورق القرص ما بتشوفوني انقعه لانه حطيت البايركس على جنب. هذه هي مثل ما انتم شايفين. اوقات بيكون عندنا الورق مقطع، فاذا كانت عندنا قطع او شيء مثل ما انتم شايفين هنا لازم نحطه بالطول لانه اذا حطيناه بالعرض رح تتقطع معي زياده وانا الفها. طبعا هذا اخر شيء نحن نبغاه. اوكي، نفس الخطوات، روبيان زي كده، هذه هنا شوي زياده ثم خس، جزر. اللي ما يحب الخضار كده نية يعني بتخرج كتير ممكن يعملها شوي سوتيه، بس ما يسويها كتير لأنه حلو هذا المقبل يتاكل كأنه سلطة. اوكي، هذه هي. هلا شوية كزبرة. أضيف شوية خس، ليش لا، ما بيدر، ثم رشة صغيرة سمسم. هذه راح ألفها مثل اللي لفيت الأولى، أول لفة كده، بعدين أجيب الجوانب
طبعا هذه لفة حق كل المقبلات معروفة هي. اوكي هذه هي، بس نحن نلفها نحاول نفرغ منها الهواء، ما يفضل فيها هواء كتير لحتى ما تفضل منفوخة. اوكي هذو لهنا، انا راح اكمل لفهم بهذا الشكل، نرجع لحتى نشوف طريقة عمل الصوص. لحتى نعمل الصوص اللي منغمس فيه الاصابع، عندي هون بصل يعني قطعته جدا 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 ناعم مثل ما انتم شايفين، راح نضيف عليه ثوم. انا راح ابشرها قدامكم لحتى تشوفوا كم الكمية اللي راح احط، هذه هي شوي بس. اوكي حتى مو سن ثوم كامل، بس شوي زي كده. اوكي لما تعرفوا هذا بيكون نايفة، اذا كترنا بتطلع طعمه كتير بالاكل. نفس الشيء زنجبيل اخضر، اللي ما عنده الزنجبيل الاخضر ببساطة يستخدم الزنجبيل البودرة. اوكي هذه هي كمية الزنجبيل، يعني بنحط شوي بس. زيت السمسم اللي هو زيت الزنجلان، هذا بنحط منه قطرة، بتعرفوا لانه نكهته بتكون قوية، وانا جايبة الخفيف، يعني مو جايبة جايبة الخفيف وكمان معصور على البارد، يعني طحنينه على البارد. بنحط الصويا صوص، طبعا الصوص بنحط الكمية اللي رح نحتاجها. اوكي نحنا ما رح نحط لا ملح ولا شيء، لانه هو الصويا صوص مالحة، فهي اللي رح تملح الاصابع مثل ما قلت. انا هذه الكمية كافية، طبعا اللي بيحب الحار يحط شوية حار زي كذا. انا هون عندي صويا صوص خفيفة. اوكي اللي عندهم صويا صوص تانية هي بتكون ملحة كتير شوي، فما بنحط الكمية كلها صويا صوص، احسن شيء ان نخففها. ممكن نخففها بالماء، بعصير البرتقال، باي شيء انتو حابين. طبعا حلو اننا نعمل هذا الصوص بدري ونخليه لحتى كل النكهات تطلع في بعض. خلاص هذا الصوص جاهز عندي، والاصابع ان شاء الله بنشوف مع بعض كيف يطلع شكلها النهائي. الان بس تذكرت، هو المفروض بنحط فيها شوية عصير ليمون او خل لحتى تعطينا شوية حموضة. انا زوجي لانه ما يحب كثير الحموضة برمضان، مشان هيك احط شوية عصير برتقال. طبعا عصير البرتقال نعصره ونصفيه. خلاص وهذه هي. واحدة بتطبخ وناسية. خلاص خلصت، هذه هي الاصابع بعد ما قصيتها على اثنين بشكل مائل مثل ما انتم شايفين، بتطلع معنا كتير شكلها حلو. بنجيب الصوص اللي عملناه ونحطه بصحن بالوسط زي كده يتقدم. طبعا لما نيجي ناكل مجرد اننا ناخذ القطعة زي كده ونغمسها بالصوص وناكل، بس احنا هلا صايمين. الله يتقبل. يلا ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها، والله يسعدكم يا رب. وثانك يو، باي باي.